فتحت البوابات وانطلق التنافس بين جياد وأفراس المستورد عمر 3 سنوات فأكثر التي لم تكسب في سباقاتها الماضية والتي كسبت من سباق ولغاية 3 سباقات. الانطلاقة تبدأ من هذا الشوط، أوروبا في المركز الأول من الداخل وشاهدها، وطن في المركز الثاني، رافع الرأس في المركز الثالث يترقب في هذه الأثناء، أيضا أسد سالم محاولا التقدم في هذه الأثناء، إذن أسد سالم يقود هذه الجياد والأفراس. أوروبا في المركز الثالث بمحاذاة رافع الرأس، إذن ما شاء الله تبارك الله أسد سالم في مقدمة هذه المنافسة على مسافة 2000 متر ما بين جياد وأفراس المستورد عمر 3 سنوات فأكثر. وطن يقترب للمركز الثاني وإلى جانبه شراح وكذلك رافع الرأس، فيما تترقب أوروبا الفرس الوحيدة المشاركة في هذا الشوط. رافع الرأس يبدأ الانطلاقة والتقدم عند المنعطف الأول لهذا الشوط، رافع الرأس من الداخل يتقدم، شراح للمركز الثاني من الخارج، وطن أيضا قادم من الخارج في المركز الثالث، رافع الرأس بخطى واثقة للأمام. أوروبا تبدأ التقدم من الداخل، المنافسة القوية في هذا الشوط، رافع الرأس يتراجع وأوروبا للمركز الأول مع المنعطف الأخير لهذه الجياد والأفراس المستوردة. رافع الرأس يتراجع، أوروبا تتقدم من الداخل، وطن أيضا قادم، وطن بقيادة فهد المزيني من الخارج قادم، وطن قادم في سباق جديد من سباقات الوطن، وطن للمركز الأول وأوروبا من الداخل، وطن والمنافسة الثنائية ما بين أوروبا ووطن، وطن أوروبا، وطن فارق بسيط، أوروبا من الداخل ما شاء الله تبارك الله، وطن ولا أوروبا، أوروبا من الداخل ولا وطن. إذن ننتظر النتيجة الفاصلة مع حكام الوصول.